مرحبا بكم أصدقائنا الأعزاء. في هذا الاختبار لتحليل الشخصية سنعرض عليكم بعض الأسئلة الممتعة والمسلية، ولكل سؤال اختيارين ألف وباء. اختر ما تراه مناسبا لك، ولكن لا تنسى أن تحفظ كم مرة اخترت الإجابة ألف وكم مرة اخترت الإجابة باء، وذلك لتعرف في نهاية الفيديو أسرار شخصيتك. ولقد وضعنا نسب توضح ما اختاره العامة، والآن هل أنت مستعد؟ هيا لنبدأ. لو خيروك أن تكون جميل ولكنك غبية، أو أن تكون قبيح ولكنك ذكي، لو خيروك أن تغير الماضي أو أن ترى المستقبل، لو خيروك تستطيع تغيير لون عينيك أو تستطيع تغيير لون بشرتك، لو خيروك أن تغير اسمك أو أن تغير شكلك، لو خيروك تأكل بحرية ولا يزداد وزنك، أو تأكل بحرية دون أن تدفع الأموال، لو خيروك أن تشعر بالعطش طوال الوقت أو أن تشعر بالجوع طوال الوقت، لو خيروك أن يسرق أحدهم حسابك البنكي أو أن تسرق أنت الحساب البنكي لشخص ما، لو خيروك أن تقوم بغسل الصحون بلسانك أو أن تقطع الأعشاب بأسنانك، لو خيروك أن تنقذ شخصاً من الغرق أو أن تنقذ شخصاً من الحريق، لو خيروك إذا أخترت الإجابة ألف أكثر من باء، أنت إنسان حذر جداً. دائماً الحيطة والحذر مبدؤك في الحياة، وتفكر بعقلانية، وعقلك هو الذي يتخذ القرارات وليس قلبك. أما إذا أخترت الإجابة باء أكثر من ألف، أنت إنسان عاطفي جداً. دائماً عواطفك ومشاعرك تسيطر عليك، وقلبك هو الذي يتخذ القرارات وليس عقلك.